العالمين، نسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. نستكمل ما شرعنا فيه، وهو شرح كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى، على فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم العصلاني. باب دعاء السجود. الدعاء الأول: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الدعاء الثاني: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الدعاء الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الدعاء الرابع: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الدعاء الخامس: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الدعاء السادس: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيه وسره. الدعاء السابع: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حياكم الله ومرحبا واهلا بكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدعاء الأول: وهو كما ترون دعاء السجود، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وذكرنا أن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وحينما كنت في الركوع، هناك في الركوع عظمت الله سبحانه وتعالى: سبحان ربي العظيم، ثم رفعت: سمع الله لمن حمده. وها أنت الآن في السجود تسأل الله عز وجل من فضله وتسبحه. وذكرنا أن الأعلى مناسبته في السجود لأنك في أدنى مقام، أنت في أدنى مقام وتتوسل بربك في أعلى مقام وهو العلو تبارك وتقدس، علو بقدره وبعلمه وبذاته تبارك وتقدس. ثم ذكرنا هذا في المرة الماضية في الدرس السابق، معنى سبحانه أي تنزه، سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والمغفرة هي التغطية، أي امحى عني هذه الذنوب يا ربي ولا تسألني عنها وسامحني. سبوح يعني كل يسبح لله، قدوس الكل يقدس لله، له التنزيه وله القدسية. رب الملائكة، الملائكة اختص الملائكة لعظيم مكانها، واختص الروح على وهو الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام لعظيم مكانه بين الملائكة وبين الخلق. طبعا بلا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأفضل من جبريل عند الله سبحانه وتعالى. وهنا تعظم الله عز وجل وتسبحه وتذكر عباده المقربين الذين حول عرشه يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ولا يسأمون. سبحان الله الذي خلقهم من نور يسبحونه الليل والنهار، وما من موضع في السماء لو هناك ملك ساجد وقائم ومسبح لله عز وجل. لا يحصي عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم اللهم لك سجدت تعترف وبك آمنت. السجود بالأعضاء الشريفة أعظم ما في الإنسان وأجل ما في هذا المخلوق العظيم الإنسان وجهه، وها هو الآن خضع وسجد بأنفه وبجبهته ناصيته ورغم أنفه لربه، موضع ذل في مكان عزة ومقام.
موضع ذل صرف لله في موطن ومكان عزة لهذا العبد، لهذا العبد لا يسجد إلا لله الذي خلقه. وبك آمنت، أي أيقنت، بك آمنت وصدقت بما جاء من علم في كتبك ومن أنبيائك وما هيمن عليه القرآن العظيم الكريم وما بلغ به محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمين، آمنت بهذا كله لا شك ولا ريب، ولك أسلمت، أي استسلمت، سجد وجهي، هو الوجه الذي يواجه به الناس ويعتني به، يسجد به قدسية وتعظيما وإجلالا وذلا لله الذي خلقه وصوره. خلق الإنسان سبحانه وتعالى في أحسن تقويم وصوره وشق سمعه، شق أي هذا المخلوق حينما خلقه سبحان الله انشق هذا الوجه وطلعت هذه العين وانشق هذا الموضع وظهرت هذه الأذن، سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وذكرنا أن الله عز وجل يخلق وأن العباد تصنع، وإذا صنعت العباد لا تصنع بشيء إلا وله سابق خلق من الله عز وجل. مثال ذلك هذا الجهاز الذي بين أيدينا، الجوال أو الكمبيوتر أو الأنترنت، هذه الأجهزة لها سابق خلق من الله عز وجل. من الذي خلق هذه المعادن؟ من الذي خلق هذه الطاقة إلا الله عز وجل؟ وشكلت هذه المخلوقات وصنعت هذه الأجهزة، بني آدم صنعها وشكلها بما خلقه الله عز وجل، مثل السيارات صنعها بني آدم، ولكن كل ما في السيارة هو من خلق الله عز وجل كالحديد وغير ذلك. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ننطلق الآن إلى الدعاء الأخير، تفضل. هناك دعاء بين السجدتين، تفضل يا أسامة. دعاء الجلسة بين السجدتين، الدعاء الأول رب اغفر لي، رب اغفر لي. الدعاء الثاني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. جميل، شكر الله. ليت الأخ يحرك معنا الشاشة. الأخ عبد الله شرف لو تكرمت حرك لنا الشاشة لكي يرى الإخوة والأخوات الحديث، بارك الله فيك. يبدو أن عبد الله يشغل، لكن نتوقف في هذا القدر ونستأذنكم، ونتمنى من جميع الأخوة أن يكونون يعني بخير، و إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل حديث الجلسة بين السيدتين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.